اهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في فيديو جديد غادي نحضروا واحد الكيك اللي كيجي رائع في المذاق، فقط بالخلاط الكهربائي وببيضه واحده فقط اللي غادي نحضروه بحشوه البودينغ بدون كريمه، وكيجي هشيش كيف كتشوفوا، يعني كيجي معلك هذيك الحشوه ديال البودينغ. مهم ما نطولش عليكم، يلا معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو بيضه، 3 معالق كبار ديال الكاكاو، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخل، ساشيه ديال الفاني، 200 غرام ديال الدقيق، وواحد الخماره ديال الحلوه، وقبيصه ديال الملحه. وندوزو نشوفو الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذو بيضه، نضيف فيها كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، معلقه ديال الخل، قبيصه ديال الملحه، ثلاثه ديال المعالق الكاكاو، واحد الساشيه ديال الفاني، وغادي نخلطو المكونات كامله. كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، نضيفها في واحد الاناء، ومن بعد غادي نضيفوا الدقيق ديالنا تقريبا هنايا 200 غرام. انا غادي نضيفه تدريجيا، غادي نضيفه خمرة الحمراء، وغادي نخلط المكونات. كيف كتشوفوا ها هو بدا كيعقد شويه، غادي نخلط المكونات مزيان حتى كينسجم لينا داك الطحين. في هاد اللحظه انا كنكون رديت الفران ديالي كيسخن بالحق، حتى كتجي على هاد الشكل كيف كتشوفوا. انا هنايا وجدت المول ديالي، دهنته واحد شويه، يمكن لكم تدهنوه بالزبده ولا بالزيت اللي بغيتو، درت عليه شويه ديال الطحين، وغادي نضيف الخليط ديالي.
غادي ندخلوها الفران. توجد وغادي ندوزو نشوفو المرحلة الموالية. هنا الكيك ديالنا من بعد ما طاب تقريبا خليته واحد 30 دقيقة، كنضيف مدة ديال 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة. هنايا غادي نخليوها ترتاح، غادي نثقبوها كيف كتشوفوا، ثقبوها مزيان وغادي نخليوها ترتاح تقريبا قبل ما نوجدوا البودينغ ديالنا. بالنسبة للبودينغ غادي نحتاجو واحد جوج كيسان كبار ديال الحليب، هنايا واحد ربعة المعالق ديال مايزينا نشا، واحد ربعة المعالق كبار ديال سنيدة، واحد ثلاثة المعالق ديال الكاكاو، معلقة كبيرة ديال الزبدة، وهنا واحد 50 غرام ديال الشوكولا. ندوزو نشوفو الطريقة ديال تحضير البودينغ. اول حاجة غادي ناخدو مايزينا، غادي نضيفو ليها سنيدة، غادي نضيفو الكاكاو ديالنا، غادي نخلط هاد المكونات. وغادي نضيفو جوج كيسان كبار ديال الحليب، غادي نعملهم فوق النار مع التحريك المستمر. غادي نستمر في التحريك فوق النار حتى يعقد لينا الخليط ديالنا. من بعد ما عقد لينا الخليط كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، غادي نطفيو عليه النار وغادي نضيفو الشوكولا ديالنا تدوب هذاك خليط، وغادي نضيفو معلقة كبيرة ديال الزبدة، وغادي نبداو نخلطوهم حتى تذوب لينا ديك الزبدة والشكلاط في الخليط ديالنا. من بعد ما عقد لينا الخليط كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، هنا راه داب لينا الشوكولا وداب لينا الزبدة. غادي نخليوه جانبا وغادي ندوزو الكيك ديالنا. غادي نحاولو نقسموه كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. هنا رجعت له المول ديالو هذاك الجنب سديته، وغادي نصبو الخليط ديالنا.
غادي نسرح على الجوانب كامله كيف كتشوفوا. باش كتجي الطبقه متساويه ومن بعد غادي نضيف الطبقه الاخرى. هنايا بالنسبه للتزيين انا هنايا ذوبت واحد شويه ديال الشوكولا في حمام مريم وغادي نعملو من الفوق. غادي نسرحو على الجناب كامله وغادي نخليوها في الثلاجه تقريبا واحد 3 السوايع حتى تبرد لينا مزيان وغادي ندوزو نشوفو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. وهنايا الكيك ديالنا تقريبا من بعد ما خليناه في الثلاجه تقريبا واحد 3 ديال السوايع يمكن لكم تقدموه على هذا الشكل ويمكن لكم يعني تسوقوه باش ما بغيتو يعني باللي موجود باللوز مهرمش ولا بكاوكاو ولا بالشوكولا هكا خطوط ديال الشوكولا ولا يمكن لكم تخليوه سامبل. انا هنايا قطعته كيف كتشوفوا كيجي معلك من الداخل بهذيك الحشوه ديال بودينغ كيجي هذاك الكيك هشيش يعني كتجي واحد الطبقه اللي جديده. هنايا زوقتها انا شويه بهاد بحال النجيمات يمكن لكم تزوقوها كيف ما بغيتوا. كنتمنى البنات تجربوه كيجي رائع في المذاق مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.